جديد آثار فلسطين وأهميتها، زي كنيسة القيامة أقدس الكنائس المسيحية وأهم كنيسة عند المسيحيين في العالم عرب وأجانب. تم بناء كنيسة القيامة سنة 325 ميلادية على إيد القديسة هيلينا. تعرضت الكنيسة للحرق والتدمير بشكل كبير وقت غزو الفرس للمدينة المقدسة سنة 614 ميلادية، وتم ترميمها على إيد البيزنطيين سنة 630 ميلادية. الكنيسة بتقع داخل أسوار القدس القديمة وليها مكانة خاصة كمان عند المسلمين. ومن أبرز مظاهر التسامح في فلسطين هو إشراف عيلتين من المسلمين عليها من سنين طويلة، عيلة منهم مسؤولة عن فتح وقفل الكنيسة يوميا، وعيلة تانية معاها المفاتيح. وعلى بعد أمتار من كنيسة القيامة موجود مبنى بسيط من دور واحد، بيت السيدة العذراء مريم اللي عاشت فيه حوالي 15 سنة بعد قيامة السيد المسيح حسب الاعتقاد المسيحي. البيت لحد هذه اللحظة تحت إشراف كنيسة الروم والأرثوذكس، ومفاتيحه ما زالت مع العيلة المسلمة. أميمة بدري، 8 الصبح.